بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة يمرة، طبعا شقة داخل مجمع سكني متكامل فيها جميع الخدمات. احنا الان في الدور السابع، طبعا زي ما انتم شايفين الدور الواحد فيها ثلاث شقق وايضا فيها مصعدين. شقة رقم 21 في الدور السابع، 4 غرف صالة، مساحتها 185 متر مربع. هذا المدخل، هذه البوابة الرئيسية للشقة، لنا هنا الانترفون طبعا بالكاميرا، هذا عداد الكهرباء. طبعا نبدأ على يسارنا، حيكون فيه المطبخ، ما شاء الله مساحة كبيرة جدا، المطبخ جاهز، دواليب جاهزة فيها، لها بلكونة. طبعا البلكونة المشتركة بين المطبخ والصالة، هذه اطلالتها البلكونة، مساحة جيدة ما شاء الله تبارك الله، اطلالة كاملة على البحر وعلى المدينة. شايفين هذه اطلالتها، شوف البحر، شوف الطبيعة. هنا مدخل الشقة، مقابلها مباشرة عندنا الصالة، مساحة كبيرة ما شاء الله، أيضا إطلالة كاملة على البحر زي ما انتم شايفين. هذه الإطلالة لها إطلالة على الطبيعة، بلكونة مشتركة، شوف الغرف مع بعض. لنا هنا الغرفة الأولى، أيضا لها إطلالة على البحر والطبيعة. هذا الحمام الأول أكرمكم الله. هذه الغرفة الثانية أيضا مطلة. هذا البانيو الرئيسي، دورة المياه الرئيسية وأنتم كرام. هذه الغرفة الثالثة لها بلكونة أيضا، مساحتها كبيرة وشرحة. لها إطلالة كاملة على البحر والطبيعة. هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، فيها دورة مياه. طبعا الشقة داخل مجمع سكني، فيها مسبح، مواقف سيارات، حراسة أمنية، كاميرات مراقبة، أيضا في ماركت داخل مجمع، ألعاب أطفال، جلسات عائلية، فيها جميع الخدمات، في منطقة مركزية قريبة من جواهر مول. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.